السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة المعرفة والدعم المدرسي لكل الأطوار. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حول الكتابة العروضية والبحور الشعرية. هذه الكتابة التي يجدها بعض التلاميذ صعبة سوف نبينها اليوم، وسوف نتحدث عن ما يختص بالكتابة العروضية ومصطلحاتها وكيفيتها وأيضا البحور الشعرية. إذا ننطلق على بركة الله. أولا، الشعر ينقسم إلى قسمين: الشعر العمودي ويعتمد نظام الشطرين الصدر والعروض. مثال ذلك قول الشاعر: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. فهذا هو الشعر العمودي القديم المعروف. أما الشعر الحر فهو جديد نسبيا ويعتمد نظام السطر الواحد، أي ليس له عجز، له سطر واحد فقط وليس له عجز، وقد تحرر من القافية نظرا أو عفوا إضافة إلى بقية صفات أخرى ربما نفرد لها تسجيلا إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى المصطلحات العروضية. إذا هناك مصطلحات يجب على التلميذ أن يفهمها وأن يحفظها. أولا، القصيدة هي النص الشعري الذي زاد عدد أبياته عن 7 أبيات. إذا كان هناك 7 أبيات فنسميها قصيدة، أقل من 7 أبيات ليست قصيدة، 7 أبيات فما فوق. المقطوعة النص الشعري الذي لا يتعدى 7 أبيات، 6 أبيات فما تحت نسميها مقطوعة. البيت هو الوحدة الأساسية للقصيدة أو المقطوعة، ويتكون من شطرين متساويين، الأول نسميه الصدر والثاني نسميه العجز. طبعا الصدر ينقسم إلى حشو وعروض، والعجز ينقسم إلى حشو وعضر. سوف نبين في هذه الصورة الحشو والعروض والحشو والضرب. لاحظ الصدر الأول أو الشطر الأول في قول المتنبي رحمه الله: على قدر أهل العزم تأتي العسل. فهذا هو الصدر أو الشطر الأول. بعد كتابة كتابة عروضية سوف نتطرق إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى، ثم نقطعه ونخرج هذه التفعيلات. فالتفعيلة الأخيرة هنا هي في مفاعل وهي عزائم. طبعا هنا سنضيف الواو للإشباع في الكتابة العروضية. فمفاعل أو عزائم بدون ألف واللام هي العروض، بقية الكلام هذا هو الحشو. الأمر نفسه في العجز لكن اختلاف العروض لا يسمى عروضا. الشطر الثاني: وتأتي على قدر الكرام المكان. بعد الكتابة العروضية والتقطيع سوف تظهر لنا التفعيلات من بحر الطويل. طبعا إذا الكلمة أو التفعيل الأخيرة وهي مفاعل مكارم هي نسميها الضرب، وبقية الكلام نسميه الحشو. إذا يتضح من هذا الأمر أن التفعيل الأخيرة في الصدر تسمى عروض، والتفعيل الأخيرة في العدد تسمى ضرب، وبقية الكلام هو حشو. نؤكد على ذلك. إذن العروض هي التفعيل الأخيرة من الصدر، والضرب هي التفعيل الأخيرة من العجوز، وغير ذلك من الكلام هو حشو. بالنسبة للراوي فهو المتحرك الأخير من الكلمة الأخيرة في العجوز، مثال ذلك فتكون القصيدة ميمية أو تكون سينية وغير ذلك. ننتقل إلى قواعد الكتابة العروضية. أولا، فيما يخص الكتابة العروضية فالقاعدة الأولى الإجمالية وهي أن كل ما ينطق يكتب وما لا ينطق يحذف. هذه قاعدة إجمالية ربما تتضمن بقية قواعد أخرى. إذن كل ما ينطق يكتب، فالعبارة هنا والأساس هو النطق وليس الكتابة. فكل ما ينطق يكتب وما لا ينطق يحذف، هذه قاعدة. ثانيا، يجب أن نفك الإدغام في الكلمات التي يوجد فيها. مثال ذلك: علم تصبح علم، فالحرف الأول ساكن والثاني متحرك. أيضا إضافة نون للتنوين، أي نرجع الكلمة إلى أصلها، الكلمة المنونة. مثال ذلك: بيت، فيتجد فيه ضمة الأولى والضمة الثانية ضمة النون، فننزع الضمة
الثانية ونرجع إلى أصلها وهي نون، تكتب هكذا، بيت تكتب هكذا بالنون. القاعدة الأخرى وهي كتابة الألف التي ننطق بها ولا نكتبها في بعض الكلمات، مثل هذا، هذا اسم إشارة دائما ما ينزع منه ألف الوسط، لكن عند الكتابة العروضية كمثال هذا نضيف هذا الألف. القاعدة الأخرى وهي الإشباع، أي إضافة الواو أو الألف أو الياء إلى آخر الكلمة الموجودة في العجوز، آخر كلمة من العجوز نضيف إليها حرف الألف إذا كان سبقها، نضيف إليها الألف إذا كان سبقها فتح، ونضيف إليها الواو إذا سبقها ضم، ونضيف إليها الياء إذا سبقها مجرور. أيضا حذف همزة الوصل، مثلا اسمع نحذف منها الهمزة فتصبح اسمع. أيضا حذف الألف إذا جاء بعدها ساكن، وحذف أحد الساكنين عند التقاء ما، فلا يجوز التقاء الساكنين. هذه هي قواعد الكتابة العروضية. هناك تفعيلات، 10 تفعيلات تبنى منها البحور. هذه التفعيلات قد يصيبها بعض التغيير، مثال ذلك فعول قد تصبح فعول، ومفاعلة ومتفاعل لا تتغير، مستفعل ربما تصبح متفعل أو مستعل، فاعلات قد تصبح فاعلات وفالات. لماذا هذا الكلام؟ لأن بعض التلاميذ والطلبة عند تقطيع البيت لا تظهر له التفعيلة كما حفظها في البحر، فيظن أنه قد أخطأ في تقطيع البيت فيصرف النظر عنها. لكن الحقيقة أن التلميذ لا بد من حفظ هذه، أو الطالب لا بد من حفظ هذه التغييرات التي تطرأ على التفعيلات حتى لا يجد مشكلة عند التقطيع. أيضا مفاعيل قد تتحول إلى مفاعل بحذف الياء طبعا، وفاعل كما تلاحظون فال، ومستفعل متفعل، ومفعولات مفعلات مفعلات ومعولات. هذه هي التغييرات التي تطرأ على التفعيلات. هذه هي البحور لمن أراد كتابتها أو حفظها أو الاستفادة منها، وهي الطويل والمديد وغير ذلك من البحور، من البحور الشعرية المعروفة. وهناك البحر المحدث الذي أضافه التلميذ الفراهيدي، وهناك بحر آخر أضافه أحد علماء الجزائر، علماء صحراء الجزائر، وهو الشيخ بالعالم رحمه الله تعالى. إلى هنا ينتهي هذا التسجيل، إلى لقاء قادم معكم، أترككم في حفظ الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.